اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف راشد الزياني وزير الخارجية في مقر وزارة الخارجية يوم أمس مع معالي الدكتور عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين ضمن جولة في دول المنطقة. تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي لما فيه خير وصالح البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه سبل تخفيف حدة التوتر والتصعيد في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.